القايمه الافريقيه يمكن كنا انفردنا في كوره بلدنا بالاضافتين اللي هيضيفهم النادي الاهلي. تم اضافه ايه ما قدام الخبر مؤمن زكريا؟ مؤمن زكريا خارج قائمه الفريق اللي متوفره، واتكلمنا مع الجهاز الفني في النادي الاهلي اكد ان استبعاده لاسباب فنيه وليس له علاقه بامور تجديد تعاقده. تم استبعاد مؤمن زكريا من مواجهه الترجي التونسي. كذلك كابتن محمد يوسف اكد على صعوبه مواجهه الترجي طبعا في رابط، لكن قال يعني كعاده النادي الاهلي هيلعب دائما على الفوز، وان الاهلي بيدرس الترجي التونسي جيدا وشاهد مباراته مع الاتحاد الاخيره في البطوله العربيه وكذلك العديد من المباريات الاخرى للاستعداد الجيد لهذه المواجهه. الاهلي ان شاء الله يسافر يعني صباح الاربعاء، هيتدرب مساء الاربعاء على ملعب الجامعه التونسيه، هيبقى عنده يوم الخميس تدريب اخير على ملعب اللقاء. يعني كذلك كمان هيكون الكابتن محمود الخطيب هو رئيس لبعثه النادي الاهلي المتجهه لتونس صباح اليوم. كمان الكابتن محمد يوسف اتكلم ان الاهلي هيبحث عن بديله لحسام عاشور امام الترجي. حسام عاشور يعني هيكون غايب عن اللقاء للايقاف، وبالتالي في مفاضله بين اكثر من لاعب، علشان كده شفنا احمد فتحي بيلعب في منتصف الملعب امام النجم اللبناني عمرو السليله، وهيكون